بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المصنف المجدد محمد بن عبد الوهاب، المتوفى سنة 1206 للهجرة، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا بفضل الله منا في الدرس الماضي من القسم الأول مقدمة، ثم القسم الثاني تفسير التوحيد. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث، وهو الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. ذكر في هذا الباب بطلان عبادة ما سوى الله، وبطلان عبادة الأصنام، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غير باب أولى. هذا في الباب الأول. في الباب الثاني ذكر بطلان عبادة الملائكة، وهم عليهم السلام أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم، يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، دليل على بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام غير باب أولى. في الباب الثالث بطلان الشفاعة. في الرابع بطلان الهداية. نعم، أربع أبواب ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. وبوب المؤلف رحمه الله تعالى هنا للآية، قلنا هذا مما سار عليه علماء السلف كالبخاري رحمه الله تعالى، أنه لم يدخل شيئا من كلامه في كتابه، حتى التبويب يبوب بالأدلة. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ الذي لا يخلق لا يعبد، وهو مخلوق يعني مفتقر إلى غير ابتداء ودوام، ولا يستطيعون لهم نصرا، ولا يستطيعون نصر أنفسهم فضلا أن ينصروا غيرهم، من أربعة أوجه. الآية الثانية وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم، اللفافة التي حول النواة، النواة عندنا الآن في قشرة خفيفة حول النواة، هذه تسمى القطمير، والفتيل هذه الخيط الذي يكون في وسط النواة، ومن الخلف تجد نقطة هكذا، هذا النقير ذكرت في القرآن. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الذي لا يملك لا يعبد، والله سبحانه وتعالى ملك ومالك يوم الدين، فهو ملك ومالك سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هذا الأول. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب لو افترضنا أنهم سمعوا، قال: ما استجابوا لكم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أيضا عداوة يكون بينهم. هذا إذن من أربعة أوجه أيضا تدل على بطلان العبادة. نعم. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. نعم، الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب ما خرج إلى أحد. وفي بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضلا أن يدفع عن غيره. وفيه أن أحد لا يغني عن أحد شيئا، منع التبرك بأحد والتمسح به. وفيه أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وفيه أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى العبد، هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يحب، بل من يريد الله به خيرا يصب منه. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت. نعم، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم استبعد فلح هؤلاء القوم. لماذا؟ ماذا صنعوا؟ شجوا نبيهم، كسروا رباعية عليه الصلاة والسلام، حرصوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الصحابة رضوان الله عليهم، مثلوا بالقتل مثل حمزة رضي الله عنه ومثل أنس بن النضر. ومع هذا هذه الأشياء التي صنعوها ما صنعها أحد من الكفار. يعني في هذه الأيام عندنا الكفار يفعلوا ببعض المسلمين أشياء، لكن ما فعلوا مثل ما فعل هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم.
ومع هذا قال الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. فلا هؤلاء وعدمه هذا بيد الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، يعني في القنوت، يقنت عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. نعم. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء الثلاثة لو قبلت الدعوة فيهم وطردوا نسأل عافية السلام من رحمة الله لم يبقى في حقهم إلا العذاب، لكن الأمر ليس على ما ظن النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى من على هؤلاء الثلاثة وأسلموا وحسنوا إسلامهم. أي نعم، فالهداية بيد الله لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال. نعم، هذا فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل أشياء نسب بسببها إلى الجنود. وكذلك لو يفعل مسلم اليوم، لو يقوم الشيخ هنا مثلا ويقول يا أيها الناس اشتروا أنفسكم، ممكن يضحكوا عليه. لم يبال النبي صلى الله عليه وسلم بأحد، أنزل قام. في جد النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده عليه الصلاة والسلام، لم يتوانى عليه الصلاة والسلام. قال فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس. نعم. بن عبد المطلب. اشتروا أنفسكم يعني بالدخول في دين الله وترك الشرك، لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا عموم الآن، الآن بدأ يذكر أقرب الناس إليه. قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مال ما شئت، لأن هذا الذي يقتل عليها النفقة ينفق عليها، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، وآمن المرء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع فيه خواص الناس اليوم، تبين له غربة الدين وترك التوحيد. القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئا، وإلا لنفع أبو لهب وأبو جهل. القرابة لا تنفع إلا بالإسلام، فالذي ينفع هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به عليه الصلاة والسلام. قال سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقام النبوة. لو كان ينفع أحد لنفع فاطمة رضي الله عنها، وقال لها سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، يعني بهذا الباب أراد أن يبين بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، وإذا بطلت عبادة الملائكة غير من باب أولى. حتى إذا فزع يعني زال عنهم الفزع والخوف، قالوا إذن الملائكة يتكلم ماذا قال ربكم، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به سبحانه وتعالى. قالوا الحق، لأن الله سبحانه هو الحق ولا يصدر عن حق إلا الحق. قالوا الحق وهو العلي، إثبات لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا إثبات القلوب للملائكة وإثباتنا لهم عقول. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الذي يقول أن ليس للملائكة عقول هو أحق أن نقول عنه أنه ليس بعاقل. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم، قضاء الله سبحانه وتعالى شرعي وكوني، وأن الملائكة أجساد عليهم السلام، نعم، أرواح وأجساد وعقول وقلوب، نعم، كأنه سلسلة على صفوان. الصفوان حجر أم الأسد، لكن هذا لا يمكن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى نعلم له كيفية، نعم، يكون له كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، نعم. ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. يعني هكذا وبدد بين أصابعه، والله أعلم. يقول أن الحق دائم، الحق مستقيم، وبالأمس كان عند المحاضرة الصراط المستقيم، الباطل أعوج، ما يمكن يأتي مستقيم، ولهذا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوط متعرجة، وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. ولهذا الآن عندما يسترقون السمع لا يستطيعوا الصعود هكذا، لازم يكون ايش؟ الطريق اعوج، نسال الله العافيه والسلام، ما ياتي طريق مستقيم. نعم. نعم. مستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه. نعم. يعني غير مستقيم. غير سوي. نسال الله العافيه والسلام. نعم. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. نعم، إذن لا بد الحذر من هؤلاء سحرة، مشعوذين، عرافين، كهان، حدث ما شئت. في هذه الأيام في القديم وصول إلى الساحر صعب، وصول إلى الكهان صعب، وصول كلام الكهان لنا صعب، الآن لا، أسهل ما يكون، ضغطة زر تأتيك بكل شيء. والله الساحر عندك في البيت يجلس معك وانت لا تدري، صدق، وأنهم وإن صدقوا فلا بد الحذر منهم، وفيه أن الساحر يدخل مع كلام كذبات كثيرة يضلل بها الناس، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس. لا يلزم أن تكون 100، لكن كذبات كثيرة، ممكن يزيد على هذا وممكن ينقص. نعم، هذا من باب التغليب. نعم. فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. سبحان الله، لا يعتبر بالمئة أو 99، ويعتبر بواحدة، يقول أليس لنا قال اليوم كذا وكذا، لأن الساحر الآن والكاهن يأتيك بأشياء تقع عند الجميع. قال في لديك أعداء، قال نعم، قال بعد أسبوع تسمع خبر سعيد وتسمع خبر تعيس، كل واحد منا تحصل له هذه الأمور. قال تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد، في متزوج لا يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما يوجد هذا، معروف صحيح؟ إيه. قال في مشاكل عندك في البيت، في مشاكل في كل بيت، هذا ملح الحياة يا أخوانا. وهو قال لا والله قال لي كذا. وبعض الناس هدانا الله إياه أحيانا، هذا اللي يقرأ الكف والفنجان يقول له أنا أتسلى، طيب، أو يفتح المجلة هذه اللي فيها أبراج يقول أنا أقرأ قراءة فقط. القراءة فقط في المجلة لا تقبل له صلاة 40 يوم، قد لا يصدق اليوم لكن بعد يومين يحصل له شيئا من هذا الذي قرأ، يقول الله أكبر هذا اللي قاله الكذاب، أعوذ بالله من ذا الساحر الكاهن. طيب أنت صدقت الآن كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لا بد الحذر منهم وعدم السماع لهم. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. نعم، هذه المخلوقات وإن كانت جمادا فهي تعظم الله وتخاف منه. كيف؟ الله أعلم. آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم.
خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه. نعم، هذا في فضيلة جبريل عليه السلام وأنه المعروف بالأمين. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا فيه رد على الرافضة الكفرة الفجرة الذين يقولون خان الأمين. كيف أمين ويخون؟ إما أمين أو خائن. نعم، فصدها عن حيدرة. حيدرة هذا لقب لعلي رضي الله عنه. نعم، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. نعم، إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأمين. نعم، قال رحمه الله باب الشفاعة. علق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول في إجازات القرآن، إن في الإجازات عندنا الآن عن فلان أبي بن كعب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة. لأن هذا فيه إنكار لإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. هذا من في زمنه كان يقول هذا، وعدلت الآن بفضل الله إجازات كثيرة. قالوا عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى. نعم، قال باب الشفاعة. الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. منفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه، لا تطلب إلا من الله. تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع. تنقسم هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه إلى على قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، وشفاعة عامة لكل أحد، للملائكة عليهم السلام، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للأفراط الأطفال، لكل موحد. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بين الخلائق. الثاني في فتح أبواب الجنة، لأن أول من يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفتح إلا له. الثالث في عمها أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الشفاعة العامة في رفع الدرجات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدية، كما نصلي على الجنائز الآن. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين أن لا يدخلها.